عوض عليك. عليك سيدي بخاطرك ابو صياح. فوت فوت قدامي. يلا هي معلمك اعتذر منه وبوس ايده. هات ايدك ابو صياح. واصلي. بس قبل ما تفوت على شغلك بدك تعطيني رايك فيني بصراحه. معلم انت بتعرف رايي فينك بصراحه مو حلو التكرار. هو اذا بدك الدغري يا ابو صياح دائما بيمدح فيك. قسمه يعني عم تسبني بغيبتي ولا؟ طول بالك ابو صياح لسه ما لحقنا نصالحكم. اخي انت شو دخلك بيني وبين معلمي؟ والله يا معلم بهال كم يوم اللي غبتهم عن الحمام اشتقت لقتلاتك يا شيخ. دروب معلم دروب. مو هلا القتله بعدين. وعد وعد. نحن جايين لشغله ثانيه. الله يرضى عليك يا غوار، بدك هيك تقعد تصفن لي وتتذكر لمين وزعت هالكراسي. اتذكر لمين وزعت الكراسي؟ شو بعرفني؟ شو عقلي دفتر انا؟ لسه بقول لي الكراسي، صار له يومين لحالي بالكراسي. عجبها؟ تفضل دبروا معرفتك بقى. شو سجل انا بدماغي فيه؟ إيه بدك تتذكر غصب من عنك. لا لا على مهلك على مهلك. عود حبيبي عود عود على رواق. بدك تتذكر لي لمين وزعت هالكراسي هيك روق روق. ذكرت بدي كازوزة. تعرف هاد عاد يا صيام هاد كازوزة هاد عشا ليموني بدي اياها على ترمندي. هي على ترمندي. تفضل يسلموا ايديك. خذ كمان شعل لك سيجاره ترويق. يلا هي سيجاره. بدي اياها بقطني الله يوفقك. لك شو اي قطني؟ انا فهمت عليه اخي يعني فلتر فلتر. خذ شعي هدي اعصابك وبدي اياك تكون مرتاح. اسحب لشوف سحبه ثانيه. تذكرت؟ تذكرت حدا لمين عطيت الكراسي؟ معلم؟ ايه الله يوفقك ان شاء الله. بدي كاسة بوزة مشكلة، الله يوفقك. عبدو؟ نعم معلم. روح جيب لي كاسة ايما. حاضر. ايه تذكرت؟ ان شاء الله تذكرت حدا. شو الطريقة؟ الطريقة ارفعوا لي رجلي على كرسي مشان الدم يهجم من الرجلين للمخ يمكن اتذكر. الله يوفقك. على راس انا بجيب لك مشان الله. لوين رايح؟ واقف لإلا انا بجيب له الكرسي. لك يطول لي بالك شوية. شو رايك لحفوتك لجوا على الحمام الجواني واسلخك نقفة دين فلقة بركي بتتذكر وبتقر لحالك؟ لا يا ابو صياح ما بينفع العنف. لك شو ما بينفع العنف مع عنف؟ ما بقى فيني طول بالي عليه، هات الخزر هاني يا فهد. لا اجيب شي يا ابو فهد، تذكرت. تذكرت؟ عف. قول لشوف. يا سيدي، تذكرت واحد منهم. عظيم، الله يوفقك. شو اوصافه؟ اعطينا اوصافه. اوصافه يا غوار يا مرحوم البي، اوصافه. لك قول! ايه معلم لا تضرب هلا بنسى. خل بالك بالرواق بالرواق ابو صياح. إيه؟ احكي لشوف اوصافه. صاير لا طويل ولا قصير يعني وسط. صحته بدك تقول لا متلاك ولا متلو يعني يعني مربوع يعني مربوع. طيب شو لون بشرته؟ لون بشرته اسمر اشقر. اشقر اشقر؟ لا ليش الكذب مو اشقر؟ ليش الكذب يا غوار؟ اسمر؟ لا لا والله مو اسمر تقريبا يعني لا اشقر ولا اسمر يعني حنطي. حنطي عاد صار في عنا ثلاث اوصاف لونه حنطي وبعدين مربوع وطوله وسط. لا نعرف والله. لك في 5000 زلمه اوصافهم من هالاوصاف شلون بدنا نعرفه؟ معك حق صعب نعرف. لك إذا ما تذكرت الاسم شلون بدنا نعرف الزلمة؟ لا الشغلة موقفة على الاسم. طبعاً معلوم بدون الاسم ما بنقدر نستفيد شيء أبداً. اسمه عبدو صبا. لك ليش ما قلت اسمه من الأول؟ طول بالك قالوا علم ما سألتوني على اسمه قلتوا لي شو أوصافه؟
قوم حسني افندي، قوم طلع بالنفوس، خلينا نشوف شو اسمه وين ساكن بأي حارة. ساكن بحارة النقاشات ثالث باب على اليمين. لك ليش ما قلت لي قبل؟ امشي امشي يا ابو سياح، لا روح هنيك لعنده. امشي. ليش رايحين لعنده؟ لك بدنا نجيب الكرسي. لا تعذبوا حالكم، هذا ما عنده كرسي، لأنه وقت اللي إجا على البيت بده ياخذ كرسي كنت موزع على 12 ما زد له. شوف خذ معلم، عطيه البوش للولد. بندورة حمراء يا ريان، هليوني يا كوسا بلدي يا كوسا. بندورة حمراء يا ريان، هليوني يا كوسا. صباح الخير أبو جاسم. يا صباح النور، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بدي كيلو بندوره ونص كيلو خيار. مو على راسي، كل البندوره بتخدم الخدود الحلوين. سلم راسك. شو ما عدتوا طبختوا ابي؟ ليش ما عدنا طبخنا؟ ما عدت اجيتي لعنا ابي؟ ليش شهقتي ابي؟ عم اوزن لك احسن بضاعه ابي؟ كتر خيرك يا ابو قاسم، بس بدي اسالك سؤال. مري ابي. هالكرسي هذا منين اجا؟ والله هذا ابن اختي جاب لي اياه، قال هدية واحد صاحبه. عن اذنك ابي. بس الكرسي عتيق كثير. ايه بسيطة بسيطة، حطي بالخرج الدكانة ما بيلبع لها احسن من هيك. ايه ما فضلك بندورة واحدة ثانية كمان من هنيك. ايه تفضلي ابي. شكرا تفضل. يسلموا ايديكي، معوضين ابي. شكرا. دخيلك على مهلك. شبك ايش وشو بني؟ كيس الحمام خشن كتير، جلد الظهر انهرت منه. ايه خلصنا، انت الك ظهر انت. اي هلا وقت مسحك؟ لك ما عم بمزح معك، لو كان الك ظهر ما كنت اجيت على الحمام، كان الحمام اجى لعندك على البيت. ايه هو؟ نعم. تعال اقول لك، في وحده برا بدها اياك. شو هالحكي؟ ايه والله. اوعى تكون قلت لها اني بشتغل اجي الحمام. لا قلت لها ولا قالت لي. ايه تعال مسك كمل تلبيس الزبون. يلا اطلع كلم قوام. يي اهلين اهلين سهلين. مرحبا عزيزي. مرحبا. كيف صحتك؟ ان شاء الله منيحه. كيفك انت؟ ماشي الحال. بتريدي تتحممي فضيلك الحمام من رجال على حسابي. شكرا كتر خيرك يا غوار. إيه؟ بس انا جاي اقول لك اني شفت كرسي من كراسي المرحومة. شو هالحكي وين شفتي؟ عند الخضر ابو قاسم. لك روحي ان شاء الله بتقبريني على الخبريه. لا بعيد الشر عنك يا غوار. يلا انا رايحه بقى اساوي لكم لقمه اكل. الله معك، وينك خلي لي عيونك هيك هيك بركي شفتي كرسي جديد. تكرم عينك يا غوار. مع السلامه. باي. لك حسني حسني ملاقيه ما ملاقيه حسني. نعم حسني. لك فوري جات. شو هالحكي؟ لقينا كرسي من كراسي المرحومة. لا شو عم تقول؟ هي والله برا عليك والله. وينه؟ عند ابو قاسم الخضري. مينو هذا ابو قاسم؟ وين محله؟ هون بالحارة. ما عرفته. لك هذا ابو قاسم انا بعرفه صاحبي. تمام قوم لنروح انا وياك لعنده. لا طول بالك ابو صياح، اذا رحنا نهتين بشوف اهتمامنا ليقوم يحس على شيء. ايه؟ من رايي تروح لحالك هيك يعني كانه شغله طبيعيه. طيب خليكم انتوا هون انا رايح لعنده. ايه الله يوفقك معلم. بسرعه نحن قاعدين على نار ابو صياح، وقت خليه ياخذ باله.